قالت دول غرب أفريقيا إيكواس إنه لم يفت الأوان لقادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم. وأضافت دول مجموعة إيكواس أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بالفعل على الطاولة، مشيرة إلى أن استخدام القوة أمر مشروع. كما أكدت المجموعة أن لا خطط لديها لغزو النيجر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا. وشددت إيكواس على أنها لا تستطيع قبول انقلاب آخر في المنطقة. حتى الآن لم يفت الأوان بعد لكي يعيد الجيش النظر في تصرفاته ويستمع إلى صوت العقل، لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن الانقلاب. تشمل الأدوات استخدام القوة، لذا فإن هذا الأمر مطروح على الطاولة، وكذلك الإجراءات الأخرى التي نعمل عليها. لم تعلن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحرب على شعب النيجر، ولا توجد خطة كما يزعمون لغزو البلاد. وقبل ذلك أعلن المجلس العسكري في النيجر طلبه من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك لأن مصالح فرنسا تتعارض مع مصالح النيجر. وأوضح المجلس في بيان أن السفير الفرنسي رفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور. في حوار مع برنامج الشارع الدبلوماسي على العربية، أكد ليوناردو سانتوس سيمو رئيس مجلس الأمم المتحدة لغرب أفريقيا أن الرئيس في النيجر محمد بازوم يتمتع بصحة جسدية جيدة، كما استبعد قيام المجلس العسكري بإعدامه. الطبيب الخاص بالرئيس بازوم زاره وأكد أن وضعه البدني جيد، والأكيد أن الوضع النفسي ليس كذلك. كما أكد لنا نفس الشيء فريق إيكواس الذي تمكن من لقائه. أعتقد بأننا يجب أن ننظر إلى كل هذه المسائل في إطار العلاقات المتوترة جدا بين المجلس العسكري في النيجر ومجموعة إيكواس. هكذا يجب أن ننظر إلى هذه الأمور، ولكن لا أعتقد أنهم سيقومون بإعدام الرئيس. وتنضم إلينا من نيامي مفدى العربية الزميلة ريم أبو جمرة. مرحبا بك ريم، كيف تبدو الأوضاع على الأرض في العاصمة؟ هل ما زالت هناك مخاوف بالفعل من التدخل العسكري لدول إيكواس، أم أن هذه المخاوف تراجعت في ظل الساعات الأخيرة؟ نحن نعيش هذه الفترة فترة ترقب، خاصة بعد مظاهرات اليوم، المظاهرات الحاشدة والتي طالب فيها المتظاهرون في العاصمة نيامي خروج ليس فقط السفير الفرنسي في النيجر، ولكن كذلك القوات الفرنسية. هذه الشعارات التي رفعت اليوم في هذه المظاهرات هي طبعا تتزامن وتتطابق مع بيان المجلس العسكري الذي أكد بأنه يجب على سفير فرنسا كما ذكرتم في الأخبار أن يخرج في غضون 48 ساعة. كان هناك كذلك حديث عن مظاهرات غدا، هذه المظاهرات سترفع تقريبا نفس هذه الشعارات بخروج القوات الفرنسية أولا وكذلك السفير الفرنسي في غضون 48 ساعة. هذه المظاهرات المفروض بأنه ستكون في ملعب نيامي، هو ملعب كبير، وستكون مظاهرات حاشدة. نحن الآن في أحد أحياء العاصمة نيامي، هناك متابعة طبعا للتطورات لأنه هناك ارتقاب لعملية عسكرية. يقول البعض بأن هذه العملية يمكن أن تكون فرنسا هي التي تدفع بها، هكذا يقول مراقبون مختصون في داخل النيجر، ولهذا هناك حالة احتقان وغضب كذلك من التواجد الفرنسي. اليوم كذلك في آخر التطورات كان لنا لقاء مع المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الكولونيل عبد الرحمن أمادو، والذي حاولنا أن نفهم منه كيف يتعامل المجلس مع مختلف أولا محاولات أن تكون هناك وساطات دبلوماسية لإلغاء إمكانية عملية عسكرية. فقال لنا بأنه أولا وأخيرا نحن جاهزون، نحن متحضرون لأي عملية عسكرية، وقال بأنه قريبا غدا أو بعد غد ستكون هناك كلمة للجنرال تياني وسيتكلم بلغة محلية. سألته في هذا الإطار لماذا الحديث باللهجة المحلية، قال لي بأنه ما يهمنا هو الداخل النيجيري، نحن نحاول أن نرضي شعبنا وأن نفسر لشعبنا لماذا
لماذا حدثت هذه التطورات الأخيرة؟ منذ قليل كذلك كانت هناك أخبار تتعلق بمخاوف تخص الرئيس السابق بازوم. نحن سألناه عن نفس هذا الموضوع، سألته عن بازوم الرئيس محمد بازوم، فقال لي بأنه نحن لا نعتقله، فقط نحن نحاول كذلك حمايته، لأنه هذه التطورات قد يمكن أن تكون هناك عملية لاستهدافه، وبالتالي نحن نتحمل مسؤوليتها. فقال لي نحن لا نعتقله أو لا نحتجزه فقط، ولكن نحن كذلك نحاول أن نحميه. هذه جولة صغيرة في أحد أحياء نيامي العاصمة النيجيرية، ونحن نلاحظ بأنه كما كل الأحياء التي زرناها هناك انقطاع للتيار الكهربائي، انقطاع للكهرباء على مستوى طبعا الإضاءة الخاصة ببلدية العاصمة، وهذا الانقطاع هو يأتي ضمن عقوبات إكواس، ضمن عقوبات دول غرب أفريقيا. نيجيريا بالتحديد حرمت النيجر من الكهرباء، ونحن نتابع بأنه من يتواجدون هنا يحاولون بأمور بسيطة كما نلاحظ هنا مثلا ببعض الأمور البسيطة أن يتابعوا إما تجارتهم أو كذلك عيشهم بطريقة بسيطة، مع متابعتهم لمختلف التطورات التي نحن نرصدها ونتابعها لحظة بلحظة. نعم، ريم أبو جمرة مفادة العربية من نيامي، شكرا لك على هذه الجولة. وينضم إلينا أيضا من باريس حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا. مرحبا بك حسين، كيف ستتعامل الحكومة الفرنسية مع مطالبة النيجر للسفير الفرنسي بالمغادرة؟ أهلا بك رشا. في الواقع فرنسا لم تعلق بعد لا على مستوى الخارجية ولا على مستوى القصر الرئاسي على هذه الخطوة من جانب المجلس العسكري في النيجر. السؤال الذي يطرح هذه الليلة هنا في باريس، هل سيكون تعليق فرنسا على ذلك يشبه تعليق هذه العاصمة، هل تعليق فرنسا عفوا على ما كان تعرض له سفير فرنسا في مالي جوال مايير، الذي طلبت السلطات مالي حينها من باريس أن يغادر هذا البلد أي مالي خلال 72 ساعة. هل ستصدر فرنسا بيانا يشبه البيان الذي أصدرته حينها في مطلع العام 2022 عندما طلب من سفيرها مغادرة باماكو عاصمة مالي؟ قالت حينها لقد أخذنا علما بطلب السلطات في مالي مغادرة سفيرنا واستدعيناه إلى باريس، أم أنها ستر رفض ذلك؟ يقال هنا أنه قد لا توافق فرنسا وقد لا تصدر بيانا مماثلا لذلك الذي كان صدر بعد مطالبة مالي مغادرة سفير فرنسا في باماكو، وذلك لسبب رئيسي يعتبر أن فرنسا تقول أنها لا تعترف في نيامي أي في النيجر إلا بالسلطات الشرعية في هذا البلد، وبالتالي فإن كل ما يصدر من تعيينات في مناصب عسكرية وأمنية وحتى تشكيل حكومة هناك برئاسة علي لامين زين والطلب من الجنود الفرنسيين مغادرة النيجر، كل ذلك لا تعترف به السلطات الفرنسية، وبالتالي فهي لا تعترف بالطلب إلى سفيرها سيلفان إيتي مغادرة نيامي خلال 48 ساعة، لأنها تعتبر أن المجلس العسكري في النيجر ليس السلطة الشرعية الوحيدة التي تعترف بها باريس، وهي سلطة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به في 26 من الشهر الماضي رشا. نعم حسين، أنت أفدتنا بهذا العاجل وأنت على الهواء الآن، وهو ما ذكرته بأن الخارجية الفرنسية تعتبر أن لا سلطة للانقلابيين في النيجر لمطالبة سفيرنا بالرحيل، وهو الموقف الذي ذكرته الآن وأنت معنا على الهواء. شكرا لك حسين على كل هذه المعلومات وعلى هذا التحديث. زميلي حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.